ينضم إلينا عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو الدكتور محمود الأفندي الأكاديمي والباحث السياسي. أسعد الله أوقاتك دكتور محمود، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. دعني أبدأ مما يحدث ببخموت وعلى الأرض. 6 أشهر يقال من الجانب الأوكراني والهجمات مستمرة من الجانب الروسي على بخموت الشرقية. اليوم حسب الأنباء ما بين الطرفين، كيف هو الوضع الميداني؟ أول شيء سعد صباحك سيدتي الكريمة والأخوة المشاهدين. طبعا وضع في بنية باخموت هو وضع الآن بدأ يعني يتحسن بالنسبة للطرف الروسي. إذا كان الهجوم بطيء من حوالي 4 أو 5 أشهر تقريبا، الآن هجوم أصبح أسرع نوعا ما، وخصوصا بعد انهيار القوات الأوكرانية في باخموت الشرقية. وتقريبا باخموت الشرقية كلها أصبحت، لأنه باخموت مقسوم لقسمين، الغربي والشرقي، وبينهما نهر يسمى باخموتكا هو النهر الفاصل. ففعليا الطرف الشرقي كله اصبح تحت سيطره القوات الروسيه. البارحه استطاعت القوات الروسيه التقدم وعبور النهر، وادى فعليا الى محاصره القوات الاوكرانيه في عده مناطق. الان هي عمليه يعني تقريبا يعني كل يوم في تطورات، ولكن التطورات هي بطيئه نوعا ما بسبب اهميه هذه المدينه وتحصين هذه المدينه. يجب ان نكون يعني ماذا تعني مدينه باخموت أو عدة مدن مثل أبديفكا أو ما يسمى تشاسوفيار؟ هذه المدن محصنة عسكريا كقلعات عسكرية. يعني هم الخطوط الدفاعية لأوكرانيا، فليست هناك يعني هناك فقط هذه المناطق. القوات الروسية إذا أردت أن تقدم إلى نحو تحرير الدنباس يجب أن تتخطى عقبة هذه المدينة حتى لا تقع نفس أخطاء اللي وقع فيها بداية العملية العسكرية، عندما حاول عن طريق فرق الإنزال اسقاط القوات في عده مناطق، وبالفعل ادى الى حصارها، وبعد ذلك انسحبت القوات الروسيه من هناك. ففعليا روسيا قررت التقدم وتهديم ما يسمى هذه المدن المحصنه للقرى العسكريه حتى تستطيع ان تتقدم وتحرر، اهم شيء تحرر يعني تنظيف المنطقه بما يسمى من القوات الاوكرانيه. طب الدكتور محمود، لذلك حتى الان حتى الان تفضل دكتور يعني محمود. حتى الآن أهم شيء في العمليات العسكرية هي المبادرة العسكرية. المبادرة العسكرية كانت مع القوات الأوكرانية في خريف العام الماضي. المبادرة عادت إلى روسيا في بداية الشتاء. يعني أهم شيء بالحروب هي المبادرة العسكرية في كل طول الجبهة، من زاباروجيا إلى خرسون إلى دباس إلى لوغانس. كل هذه الآن أصبحت الجبهة أقول 1300 كيلومتر المبادرة في يد روسيا. يعني فعلياً دائما المدافع دائما استراتيجيته تكون اضعف من المهاجم، فليس لديه مبادره. ففعليا الان التقدم الروسي بطيء ولكن متوقع، يعني انه بسبب انه نقص الذخيره في القوات الاوكرانيه وبعض ما يسمى الاخطاء ارتكبها الاستراتيجيه الاوكرانيه او القوات الاوكرانيه. دكتور محمود، هل تشير من خلال كلام حضرتك الى انه المواجهه الفعليه اليوم ما بين القوات الاوكرانيه والقوات الروسيه ستكون في باخموت، وان كان هنالك تقدم حقيقي للقوات الروسيه بباخموت لن سيكون هنالك انحسار وتراجع قوي للقوات الاوكرانيه، ولن تكون تلك المواجهه كما نشاهدها اليوم في باخموت؟ هل ستكون الفصل؟ لا ابدا ما هي الفصل، لانه غير مدينه باخموت في مدن اخرى محصنه. يعني هي نقطه على الطريق في ما يسمى تحقيق اهداف العمليه العسكريه الروسيه. اول هدف العمليه العسكريه هو تحرير الدنباس واللوغاس. ففعليا حتى الان هذه الدنباس حتى الان غير محرر، هناك مدن رئيسيه مثل كراماتورسك وسلافيانسك وسيفيرسك، هذول المدن حتى الان غير محرره. يعني فعليا فهي نقطه بدايه للتحرير، يعني اسقاط هذه المدن. يعني بعدها هناك ما يسمى اراضي شاسعه غابويه، يعني ليس هناك اي نوع محصن يصبح الطريق سهل لعبور لهذه المدن. وهذه المدن الكبيره لا تحصنها القوات الاوكرانيه بسبب الكثافه السكانيه في هذه المنطقه. هي تحصن بلدات صغيره ليست لديها كثافه سكانيه. على سبيل المثال باخموت هي سكانها قبل العمليه العسكريه 75,000، حاليا سكانها لا تجاوز ال 200 فقط، يعني لا في غير 200 مواطن يعيش في المنطقه. فهي تتحصن في مدن لاستغلال البيوت والبنايات العاليه لنشر القناصه، بالاضافه الى زراعه ما يسمى الاسلحه بين البيوت. وهذا ما ذكرته على فكره منظمه العفو الدوليه، ان بهذه العمليه القوات الاوكرانيه تهدد حياه المدنيين الاوكرانيين. ولكن هذا التقرير للاسف الشديد ثاني يوم بعد ظهوره اختفى عن في صفحه الانترنت لمنظمه العفو الدوليه. يعني فعليا هذه كلها عباره عن نقط استراتيجيه يجب عبورها روسيا لتحقيق اهداف العمليه العسكريه. طب ما تفعلها فبعد هناك معارك.
طيب إضافة لما تفعله وما أشرت إليه ما تفعله القوات الأوكرانية، هنالك بعض وسائل الإعلام وجهات تتحدث عن أن الرئيس الأوكراني يدفع ببعض القوات الغير مؤهلة والغير مدربة ضمن آليات التعبئة التي جرت منذ أشهر إلى مناطق معينة بناحية الإشغال ربما أو الإلهاء للقوات الروسية لكي يحرز بعض التقدمات في مناطق الاشتباك أو المواجهة. هل يحدث فعليا هذا الأمر دكتور محمود؟ فعليا خلينا نكون واقعيين، ضمن الاهداف العسكريه الروسيه هي ما يسمى تدمير البنيه التحتيه العسكريه او تدمير البنيه العسكريه الاوكرانيه، ومن ضمنها هي القوه البشريه. يعني روسيا استطاعت منذ بدايه العمليه العسكريه تدمير الاسلحه التي كانت ترسانه هائله تملكها اوكرانيا قبل بدايه العمليه العسكريه، يعني كانت تملك ترسانه هائله اتساني في اوروبا بعد روسيا. استطاعت روسيا تدميرها، استطاعت تدمير المصانع التي تنتج الذخيره. الان الهدف هو تدمير نفس القوه البشريه. ففعليا اصبح في نقص حاد في القوات الأوكرانية، أدى الرئيس زيلينسكي إلى الزج في ما يسمى على الجبهة بما يسمى أطفال قصر 17 و16 سنة، بالإضافة إلى العجائز وغير مدربين أيضا فعليا. هذا عبارة لماذا يحصل ذلك؟ لأن القوات، لأن الحكومة الأوكرانية أصبحت حكومة متسولة عسكريا، يعني فعليا أي خسارة. لماذا هذا يعني فعليا لماذا لا تنسحب الان؟ السؤال لماذا تنسحب القوات الاوكرانيه من باخموت مع انه فعليا هي مدينه ستسقط بعد ايام او بعد اسابيع؟ لماذا هذا التثبت فيها؟ لانه اي خساره نقطه عسكريه سيؤدي الى ضعف الدعم العسكري من الدول الغربيه، يعني الدول الغربيه هو بحاجه الى اي صمود او اي نصر عسكري لما يسمى استنزاف هذه الاسلحه وجلب هذه الاسلحه. ففعليا اصبح القرار العسكري او القرار السياسي بالنسبه لاوكرانيا هو الصمود اول شيء، وما يسمى انجاز نصر معين حتى يعطي الاسلحه. فكل ذلك ياتي انه بالزج يعطي زج قوات غير مدربه فعليا، يعني كاني كما يقول يدفعهم الى الموت من اجل ان ياتي في السلاح. طب دكتور محمود، من مستلزمات الصمود توافر الاسلحه وما لديك ربما للمواجهة، واليوم الحديث عن يعني نقص أو شح بالذخيرة من جانب من الجانب الأوكراني وبالتالي من يدعمها من أوروبا وأمريكا. اليوم هنالك إشكالية كبرى، لم يعد لدى قطاع الصناعات الدفاعية لا لأمريكا ولا لأوروبا القدرة الكافية لمواصلة إنتاج الذخيرة لكييف. نتحدث عن أنه ماكينة الحرب العالمية تعاني اليوم من قصور ومن شح. كيف سيمتلك اليوم الرئيس الأوكراني يعني أبسط الإمكانيات باستمرار هذه المواجهة أو إحراز تثبيت نقاط في مواجهته مع روسيا؟ شوفي سيدتي الكريمة، فعليا في المعارك الحديثة أو كل المعارك التاريخية من ينتصر في المعركة؟ من ينتصر من لديه قدرات عسكرية أو قدرات ما يسمى الذخيرة والأسلحة. فعليا هو من ينتصر في النهاية. ففعليا أوروبا طبعا هناك شح في الذخيرة، لأن فعليا المعامل العسكريه في اوروبا لم تنتج الاسلحه التقليديه المعروفه مثل المدافع، مثل ذخيره المدافع وذخيره الدبابات بسبب عدم وجود حروب. ففعليا الان هذا يعني روسيا لا تقول ان ليس لديها ذخيره لاوكرانيا ولا لاوروبا، فعليا ستقوم اوروبا بانتاج هذه الذخيره. يعني فعليا ستقوم بانتاج وتكون وسيكون تمديد اوكرانيا. ففعليا روسيا لا تؤمل على ما يسمى نقص الذخيره في اوكرانيا، لانه هذا النقص بعد وقت فعليا سيبدا في ازاله هذا السبب. فالان نرى ان الاتحاد الاوروبي، دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه اصبحت فتحت معاملها لانتاج كل ومستودعاتها لتنظيف كل ما بقي فيها من الذخيره بالاضافه الى انتاج ذخيره جديده. هذا يعني هذه المشكله فقط وقتيه. المشكله الاساسيه لدى القوات الروسيه هي بهذا الوقت يجب ان تتقدم بشكل اسرع حتى اذا اتت الذخيره الاوروبيه لا تستطيع الاستفاده منها او يكون العمل نوعا ما الكفه العسكريه في طرف روسيا. والذي يمنعها هو شراسه القوات الروسيه يا دكتور، هو مشكله وقتيه لا اكثر. الذي يمنع تقدم القوات الاوكرانيه وما يتطلبه تقدمها هو شراسه المواجهه مع القوات الروسيه؟ لا سيدك، ده اهم شيء كما قلت، يعني المبادره العسكريه اصبحت بيد روسيا. القوات الاوكرانيه لا تستطيع التقدم لعده اسباب الان فعليا، لان اول شيء تقريبا يعني دائما لدي كل قوات لديها تكون دائما ترسانه من الدبابات والمدرعات. نعم. يعني فعليا اذا راينا منذ بدايه العمليه العسكريه الاوكرانيه كانت اوكرانيا تمتلك 5500 دبابه، يعني 4 جيوش دبابات كانت، واضافه الى تزويدها من دبابات اوروبا الشرقيه حوالي 3000 دبابه. يعني الان تملك حوالي حتى بالتقارير الامريكيه تملك حوالي 1000 دبابه، فالتقدم بحاجه الى تقنيه عسكريه كبيره بالاضافه الى غطاء جوي. يعني روسيا استطاعت منذ بدايه العمليه العسكريه تدمير ما يسمى
الاسطول الجوي لاوكرانيا بالاضافه للدفاعات الجويه الاوكرانيه والاضافه الى المعدات العسكريه. ففعليا هذا المشكله الان من اين ستاتي بهذه المدرعات؟ المعارك التقليديه بحاجه الى مدرعات ودبابات وناقله جنود مصفحه بشكل كبير، لاين هو التقدم؟ فاذا لم تملك، يعني يقولون 400 دبابه و300 دبابه لامبارد واحد ولامبارد اثنين وبعض المدرعات الامريكيه او دبابات ابرامز، ولكن اذا راينا الرقم هو 400 او 500 دبابه، هذا انت بحاجه الى نقطه واحده فقط في الجبهه العسكريه، ليست بحاجه الى، انت بحاجه الى 7 و6000 دبابه او 8000 دبابه للقدوم باتجاه المعارك. فروسيا عندما وضعت هذا الهدف لماذا؟ تصفيه الاليه العسكريه الاوكرانيه تعني ان فعليا ستصبح حرب استنزاف. حرب الاستنزاف لدى روسيا بالنسبه لها ليست لديها مشكله، انه فعليا البنيه العسكريه الروسيه التي ورثتها الاتحاد السوفيتي قويه جدا، بالاضافه الى المصانع العسكريه التي لم تقف حتى الان بالانتاج، بينما في بينما الان اوكرانيا بحاجه الى انتاج غربي وهذا يحتاج الى وقت. طيب. فهذا الوقت بيلعب دور مهم جدا في العمليات العسكريه وفي الحروب، يؤدي فعليا الى تقدم قوات وتقاهر قوات اخرى. اذا بالسيناريو الذي تطرحه دكتور محمود، اعذرني لمقاطعه حضرتك، نحن اليوم نتحدث الى حرب استنزاف، حروب الاستنزاف هي حروب طويله الامد، ممكن ان نذهب الى سنوات طويله دكتور محمود في هذه المواجهه؟ يمكن الى سنوات طويله او شهور طويله، هذا الشيء يعني فعليا حسب ما يسمى الوصول الى ما يسمى نقطه الاستسلام، نقطه الاستسلام، يعني اي دوله تشعر انها لا تستطيع الان ان تستنزف اكثر تبدا فعليا في الحوار وتبدا في الاستسلام وانتاج او تجميد الصراع او ما يسمى ايقاف ايقاف اطلاق النار عن طريق الحوار. ففعليا هي حرب الاستنزاف يمكن ان تظل لسنين ويمكن تظل الى شهور، ولكن اذا راينا الوضع في اوكرانيا والدول العديده التي تدعم اوكرانيا الان، لا اقول شهور، اقول انه هي عباره عن سنوات. لماذا؟ لانه روسيا قالت انه حتى لو حررت هذه المناطق بالهدف حقق الاهداف العسكريه، يجب ان تبعد القوات الاوكرانيه او القوات الغربيه الى ابعد مسافه، يعني انتاج ما يسمى منطقه مزروعه السلاح، هذا يعني ان روسيا لن تقف عن الدباس فستوسع اكثر، فهذا بحاجه الى وقت كثير. نعم. فعليا. فنقول انه هو عباره الا اذا حصل نوعا ما، اذا الحكومات الغربيه او الولايات المتحده الامريكيه استنزفت فعليا وبدات فعليا ان تقلل المعدات العسكريه على اوكرانيا، يمكن ان ياتي الامر الولايات المتحده الامريكيه ان يجمد الصراع. طيب. يجمد الصراع على اساس يمكن أن كما حصل في كوريا الجنوبيه وكوريا الشماليه، ولا يعني حتى الان في معركه انه ليس اشهر ويمكن سنوات ويمكن حسب دائما من يستنزف اكثر. اهم شيء لماذا حرب استنزاف؟ استنزاف القدرات الاقتصاديه العسكريه والبشريه ايضا، هذا اهم شيء في المعارك العسكريه. دكتور كل هذه العوامل. نعم تفضلي. نعم واعذرني للمره الثانيه دكتور، اريد الفصل قليلا بتساؤلاتي ما بين امريكا وما بين الغرب، اريد ان اقف عند تصريحات لامريكا تحدثت فيه عن هذا الربيع القادم، تحدثت عن تصريحات ساخنه فيما يتعلق بجزيره القرم، وخرجت ايضا من كييف تصريحات بعملية أو تحضير أو أمر سري لأمريكا مع كييف في موضوع جزيرة القرم. ما الذي ينتظر روسيا اليوم وفي هذا الربيع بجزيرة القرم؟ فعليا أول شيء الوصول لجزيرة القرم يجب عبور خرسون بشكل كامل، يعني روسيا انسحبت فقط بالجزء الغربي من ظهر دنيبر مدينة خرسون، بينما منطقة خرسون كبيرة تربطها بجزيرة القرم هي تحت سيطرة القوات الروسية. فأن تصل القوات الأوكرانية إلى موزول يجب يعني يجب إزالة القوات الروسية من حوالي مسافات هائلة للوصول الى الطريق البري وبعدها الى هجوم جزيره القرم. فنرى انه هذه التصريحات نوعا ما هي تصريحات اعلاميه لا اكثر، يعني اذا كانت عسكريه فعنصر المفاجاه ذهب، يعني دائما عنصر المفاجاه اهم شيء في التقدم العسكري او الحروب العسكريه. فلما يطلق الاعلام ويزرع الاعلام هذه المبادرات ان هناك معركه ساخنه في جزيره القرم وستتقدم من هنا ومن هناك، يعني روسيا تحسن قواتها ولن يستطيع التقدم. لا يتم الإشارة إلى معركة بقدر ما يتم الإشارة إلى عملية سرية أمريكية فيما يتعلق بجزيرة القرم دكتور. إذا كانت عملية إنزال نوعا ما، إنزال بحاجة إلى يعني إغراق الدفاع الجوي الروسي وهذا شيء مستحيل، هذا أول شيء. ثاني شيء إذا في عملية عسكرية ستقوم فيها الولايات المتحدة الأمريكية مشتركة مع القوات الأوكرانية لإنزال معين، إذا نجح هذا الإنزال هذا يعني أنه حرب عالمية، هذا يعني تدخل مباشر من القوات الأمريكية. العملية السرية ما تعني أنه هناك ستصبح قوات إنزال، يعني عشان يوصلوا جزيرة القرم يجب عبور مسافات شاسعة
من الاراضي بفوت عليها القوات الروسيه، وهذا ليس بالسهل. يعني نرى الان قريه باخمت اللي هي مساحتها، او بلده باخمت مساحتها لا تتجاوز يعني ال 10,000 او 15,000 كيلو متر مربع، اصعب التقدم والحروب ساخنه، كيف نستطيع قوات اوكرانيه التقدم في منطقه خرسون؟ فيعني قوات انزال، قوات انزال يعني ما يسمى تدخل مباشر من قبل الولايات المتحده الامريكيه بمساعدتها اذا نجح هذا الانزال. ففعليا انا برايي كل هذه الاشاعات الان تطرقها الولايات المتحده هي اللي لتهدئه الوضع الاوروبي او العالمي. يعني السؤال الان يخرج من كل قواد العالم، وهنا اقول من قواد الدول الاوروبيه، لماذا نسلح اوكرانيا وهي لم تنتج شيئا؟ يعني حتى الان لم تنتج القوات الاوكرانيه اي شيء فعلا. يعني حتى لو قاموا بتحرير مناطق في الخريف الماضي، هذه المناطق لا تتجاوز 2% من الاراضي التي كانت تسيطر عليها روسيا، ويقولون 50%، يعني تصور يقولون 50%. يعني دائما نلاحظ هذه الازدواج الطبيعي في التقارير الامريكيه والمخابرات البريطانيه وكل الاعلام الغربي، هذا هو عباره عن ابر تخدير للمواطنين الموجودين في بلادهم، نوعا ما ان هناك تقدم انتظروا فلا تملوا. يعني هناك استنزاف فعلي للاقتصاد الاوروبي. يعني نعلم جيدا، انظري الان المظاهرات في فرنسا، المظاهرات في المانيا، المظاهرات في كل الدول الاوروبيه، هناك تضخم في اوروبا. تضخم في اوروبا يقولون السبب هو بوتين وهو الحرب في اوكرانيا. فيقول لهم طب الحرب خاسره، لماذا تزودونهم؟ يقول لا، انتظروا الربيع القادم سنحرر قرم. وبالنسبه للقرم هذا امر مهم جدا، ما هو حلم الامريكان لما 2014 عملوا انقلاب عسكري في، او انقلاب ما يسمى دموي في اوكرانيا، اهم شيء كان هدفهم الوحيد هو السيطره على جنوب قرم لارسال اسطول بحري الى هذا المنطقه ليصبح البحر الاسود بحر داخلي حلف الناتو. استطاعت روسيا اخذ جزيره قرم من بين نيابهم. ففعليا حتى الان الامريكان ينامون ويحلمون في جزيره قرم، لانه هو الهدف الاستراتيجي الاساسي. لذلك جزيره قرم كانت على محطه حوالي 17 حرب عثمانيه بين القوات العثمانيه والقوات الروسيه على مدى التاريخ. يعني فعليا السبب الرئيسي في كل هذه المعركه هي جزيره قرم. فالان تعود الولايات المتحده الامريكيه وتقول لدينا خطه لجزيره قرم، فهذا ضمن الدعايه الامريكيه او حلم الولايات المتحده الامريكيه لوصول جزيره قرم. اشكرك دكتور محمود الافندي الكاتب والاكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا مباشره عبر شاشه القاهره الاخباريه، شكرا لك يا دكتور محمود.